قلت لك كل البوادر توحي بأننا متخلفين على هذا الموعد وعلى المواعيد القادمة. لم كل نحفظ البوادر الدرس فريد، رانا في 7 أو 8 سنوات غائبين عنها. أنا قلتها يعني في عديد المرات وأكررها، منصب رئاسة الفاف هو منصب سياسي وليس رياضي. للذي يتبوأ هذا المنصب عليه أن يكون لديه دراية سياسية وحضور سياسي في القارة الإفريقية، خصوصا في القارة الإفريقية. لو كنا في قارة أخرى لجاز الأمر ولاكتفينا بالحضور الرياضي كشخصية رياضية مرموقة، لكن في إفريقيا الأمر يختلف. الأمور تسير في إفريقيا وفق معطيات غير رياضية البتة. لذلك من المفروض أن الذي يتقدم إلى هذا المنصب يكون رجل ذو يعني قيمة وثقل سياسي أكبر من يعني منه رياضي. اليوم وما حدث في الآونة الأخيرة أنا تعجبت وتأسفت. هل كان هذا هو موعد تطبيق ربع القانون يا وزير الشباب والرياضة؟ لم يكن الموعد مناسبا لكل هذه الماغما التي حدثت في قصر. لكن القانون حسب علمي نص في جويليا من العام الماضي، لم يطبق إلا في الأيام الأخيرة. المرسوم ينص على ضرورة إبعاد هؤلاء من الحركة الرياضية بعد مضي 30 يوما من تاريخ انتخاب المكتب الفيدرالي. هذا هو القانون، واضح وضوح الشمس. عدا ذلك هذا ليس تطبيقا للقانون. لذلك ما حدث في الأسبوع الماضي، نحن لم نطبق القانون بإبعاد 4 أعضاء من المكتب الفيدرالي والإبقاء على 4 الآخرين وهذه الاتهامات المتبادلة من هنا وهناك. الحقيقة يجب أن تقال بهذا المنطق، الوزارة مرة أخرى تحركت ولم تطبق القانون. لذلك ما دامت أنها لم تطبق القانون كان عليها أن تترك هذا الملف، سواء تتركه يعني إلى تاريخ لاحق أو لا تطبق ما رأته قانون وهو ليس قانون. لذلك كيف نتطلع لأن نكون حاضرين في إفريقيا وأن ندخل المكتب التنفيذي للكاف ونحن نعاني الويلين في البيت؟ لذلك أنا متشائم جدا من حيث يعني حظوظ الجزائر في هذه المنافسة. لا يهمني من هو المنافس بقدر ما يهمني بأننا نحن نعاني داخل البيت. هذا هو موضوع النقاش. لا يجب أن نرفع رأسنا ونبحث عن الذي ينافس الجزائر، لأن الهياكل والمنشآت الرياضية اليوم صارت أكبر من تطلعات المكتب الفيدرالي. لنقول الحقيقة، السلطات السياسية وفرت ما كان يجب أن يوفر، لكن لم تراعي هذه السلطات، لم تراعي حجم وثقل يعني الأسماء الموجودة في المكتب الفيدرالي. كيف تريد أن نتنافس على القارة في القارة الإفريقية مع الأفارقة ونحن نعاني الويلين داخل البيت مثل ما قلت يا عماد؟ لذلك الحقيقة وكل الحقيقة يجب أن نقولها واضحة وضوح الشمس. اليوم نعاني، ما زلنا نعاني وما زلنا لم نحفظ الدرس، ويبدو أننا سوف لن نحفظ الدرس. لا تنتظر يعني حدوث معجزة بين عشية وضحاها. أي نعم يعني خطونا خطوات عملاقة من حيث المنشآت، خطونا أيضا وتفطنا وعدنا إلى الساحة الإفريقية من ناحية دبلوماسية سياسية، لكن كل هذا لا يكفي إن لم تكن لديك فيدرالية أول متماسكة تضم أعضاء مقتدرين يعني متجذرين في على الأقل في الكولسة الإفريقية وما إلى ذلك. وأكثر من ذلك علينا أن نكون يعني جد واقعين ونحن ننظر إلى هذا الحال. حالنا اليوم مؤسف جدا في هذه الفيدرالية، وأنا لا أنتظر الشيء الكثير منها سواء في ملف 2025 أو حتى في عضوية الكاف في مارس القادم. لذلك أنا يعني تشاؤمي مبني على معطيات جد واقعية وليس هو يعني حالة مزاج يعني هكذا.